بدأت المدارس في محافظة تعز بتدشين فعالياتها الاحتفائية بالذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وكانت باكورة الاحتفالات في مدرسة الشهيد الحكيم للبنات بمدينة تعز، إذ نفذت طالباتها استعراضا كرنفاليا ثوريا صباح اليوم الخميس ابتهاجا بالثورة المجيدة. وفي الاستعراض رسمت الطالبات لوحة سبتمبرية حملنا خلالها الأعلام الوطنية والشعارات الثورية، كما رددنا أناشيد تؤكد تمسك الأجيال بثورة 26 من سبتمبر باعتبارها مكسبا وطنيا للشعب اليمني. الطالبات نفذن أيضا إذاعة مدرسية متنوعة تناولن فيها تضحيات أبطال ثورة سبتمبر، وأكدن على ضرورة المضي قدما حتى استكمال تحقيق الأهداف والوقوف سدا منيعا ضد الوجه الجديد للإمامة الحوثية. وقالت مديرة مدرسة الشهيد الحكيمي سميحة أبو سرور ليمن شباب إن هذه الاحتفالات تأتي في إطار غرس وتخليد الأعياد الوطنية في ذاكرة الأجيال. الآن في صدد الاحتفالات بأعياد 26 من سبتمبر 62، هذه الأعياد التي لازم أن تخلد للأجيال، ها وهذه الذي سطرت يعني دماء الشهداء جميعا، فلا بد أن نحتفل دائما سنويا وأن تكون ذكرى خالدة في قلوبنا وذكرى عظيمة أيضا في نفوس اليمنيين بأكملهم. وإن شاء الله هذه الثورة هي التي بددت الظلام بالنسبة لليمن، وإن شاء الله جميع الأجيال يتداولون هذه المناسبة في كل عام. للحديث حول هذه الأنشطة المدرسية ينضم معنا الأستاذ عبد الرحمن المقطري أمين عام نقابة المعلمين بتعز. سيد المقطري أهلا وسهلا بك. إذن ابتدأت الأنشطة والفعاليات المدرسية الاحتفائية بالعيد السبتمبري، لو تضعنا في جدول هذه الاحتفالات ابتداء من اليوم وحتى نهاية الفعاليات. تحياتي لكم وجميع متابعي قناة من شباب، ونهنئكم ايضا بقدوم الذكرى 62 لثوره سبتمبر. هذه الثوره التي خرجت الملايين من الظلمات الى النور، وبددت احلام الكهنوت، وجعلت الملايين يعرفون معنى الحريه ومعنى الكرامه، وعملت على تحقيق العديد من اهدافها. يحتفل بها اليمنيون اليوم في كل مكان. نحن في تعز نحتفل بها. هناك برامج طبعا على مستوى كل المدارس تقريبا. بدات هنا في المدينه في اكثر مدرسه، منها مدرسه الشهيد الحكيمي اليوم ومدرسه الشهيد الحجري، وكذلك مدرسه الشهيد محمد دره. واستمرارا يعني خلال الايام القادمه ان شاء الله تعالى ستمر يعني ستتم مثل هذه المناسبات في عدد من المدارس. وهذا الاحتفاء حتى يخلد في الذاكره الجمعيه لليمنيين والأجيال الصاعدة ما فطره الآباء والأجداد في هذه الثورة اليمنية بدمائهم وأرواحهم من أجل غد أجمل. نعم. بلا شك أن اليمنيين في كل مكان يحتفون بهذه الثورة، حتى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الإنقلابية. رأينا خلال الأيام الماضية كيف أن يعني هنا وهناك في اكثر مكان، في اكثر من محافظه، في صعده، في صنعاء، في اب، كيف عملت الميليشيات على قمع الفتيات والطلاب في مدارسهم، واعلنت ذلك مسبقا كما حصل في محافظه اب بان من يحتفل باعياد ثوره سبتمبر فانه لا يلومن الا نفسه. نعم. لماذا يحتفل اليمنيون بهذه الثوره؟ لانها يعني حققت لهم الكثير واخرجتهم من دائره الانقلاب والكهنوت الى العالم، واستطاع يعني اليمنيون من خلال هذه الثوره ان يحققوا الكثير، وعلى الاقل انهم اطلوا على العالم، وبدا يعني تحقيق هدف الثوره، وبدا بعد ازاحه الكهنوت تحقيق الحلم. وان كان طبعا يعني هناك بعض المنظمات من قبل الميليشيا الحوثي الانقلابيه، لكنها ان شاء الله تعالى لن تدوم، لان الشعب يعني ادرك حقيقه هذه الميليشيات وادرك حقيقه الامامه،
وأدرك أن هؤلاء ما هم إلا يعني امتداد لتلك الإمامة، وأنهم يريدون أن يعودوا بالشعب اليمني إلى الوراء وهيهات أن يتم ذلك. شكرا لك الأستاذ عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين بتعز وسبتمبر مجيد.